ماذا يعني هذا؟ يعني أننا لم نصل إلى الحقيقة كاملة. ومع الأسف في المغرب ما زلنا نتابع ونعاين نماذج وأشكال من انتهاكات حقوق الإنسان. مع كامل الأسف كان بإمكاننا أن نستثمر الفرصة التي أتيحت لنا جميعا قبل تقريبا 20 سنة، ونطوي فعلا الصفحة بشكل حقيقي. مع كامل الأسف اليوم إلى اليوم ما زال ضحايا سابقين ديال الاعتداءات الجزيمة لحقوق الإنسان، ما زال العائلات ديالهم، ما زال الجمعيات ومنظمات حقوقية تطالب باستكمال الحقيقة. ماذا يعني هذا؟ يعني أننا لم نصل إلى الحقيقة كاملة، ربما وصلنا إلى جزء من الحقيقة أو إلى نصف الحقيقة، أو المهم أن الحقيقة لم تكن كاملة. ولذلك اليوم الأصدقاء ديال الراحل محمد الرحوي اللي كيطرحوا مطلب ديال استكمال الحقيقة، وهذه المسألة ليست جديدة. مع كامل الأسف حنا ضيعنا الآن 20 سنة، لأنه مباشرة بعد انتهاء العمل ديال هيئة الإنصاف والمصالحة في التقرير الختامي ديالها بان بأنها لم تصل إلى الحقيقة الكاملة، وذلك الملف مازال مطروح ولم ننجح فعلا في أن نطوي الصفحة ونتجاوز الآلام كاملة، لأن اليوم ضحايا يفارقون يغادروننا ويغادرون الحياة، وما زالت أسئلة عندهم اللي ظلت مطروحة ولم تجد الإجابة. العائلة ديالهم مازال ما عارفينش كثير من الحقائق. ولذلك هذا نقاش كيهم حقوق الإنسان، وهذا نقاش يستهدف المستقبل، لأن في نهاية المطاف لاش كنا بغينا نوصلوا للحقيقة؟ ماشي فقط باش نعرفوها، ولكن باش نتجاوزوا الآلام ديال الماضي وباش ما يتكررش ما جرى. ومع الأسف في المغرب ما زلنا نتابع ونعاين نماذج وأشكال من انتهاكات حقوق الإنسان. بالنسبة كانت تجارب ديال العدالة الانتقالية بطبع الحال كاينة تجارب مختلفة، ولكن وكل تجربة اختارت واحد الآليات معينة وركزت عليها. احنا في المغرب كان ضروري ان ما يمكنش نتكلموا على عدالة انتقالية وعلى انتقال من مرحلة إلى مرحلة دون معرفة الحقيقة. الحقيقة شرط أساسي، الحقيقة شرط أساسي لتحقيق العدالة، شرط أساسي لتجاوز سنوات ديال الرصاص. ولكن مع الأسف احنا اليوم عدد من الفعاليات وعدد من المناضلين والمناضلات ديال حقوق الإنسان وعدد من الضحايا والعائلات ديالهم حاضرين، لأنهم كيشعروا فعلا بأنهم ما وصلوش الحقيقة اللي كانت منتظرة. ماشي الهدف هو التسويق في نهاية المطاف، ماشي الهدف هو التسويق. حنا ماشي المغرب دخل التجربة هذه باش يحسن الواجهة ديالو باش نقولوا بأنه رحنا درنا واحد التجربة ونجحنا فيها. راه ماشي الهدف هو اننا نسوقوا واحد الصوره ايجابيه، الهدف هو انه ما تبقاش تجرى في المغرب اعتداءات جسيمه لحقوق الانسان بكل الاشكال. اليوم ماشي فقط لانه ربما ما كايناش واحد الممارسه ممنهجه ديال الاختطاف وديال الاختفاء القسري مثلا وديال التعذيب، غادي نقولوا بانه فعلا المغرب راه تجاوز واحد المرحله ويحترم حقوق الانسان بشكل كامل. ما زالت نماذج، وفي الفتره يعني في المرحله اللي كانت كتشتغل فيها هيئه الانصاف والمصالحه، وفي الفتره اللي جات من بعدنا تبعنا يعني مع الاسف واحد مجموعه الممارسات التي ترجع الى السنوات اللي سميناها سنوات الجمر والرصاص. فلذلك ما يمكنش يكون الهدف تسويقي، ماشي احنا بغينا فعلا جميع المغاربه جميع المواطنات والمواطنين يطمئنون الى ان ما جرى خلال تلك الحقبه السوداء لا يمكن باي شكل من الاشكال ان يرجع. اليوم مازال كنشعروا بانه واحد العدد ديال المعتقلين ما توفرش لهم الشروط ديال المحاكمه العادله. اليوم مازال كنلاحظوا بانه كاينه جرائم من الجرائم الاقتصاديه، راه جرائم كتمس حقوق الانسان. راه يعني انتشار الفساد هو شكل من اشكال ديال الاعتداء على حقوق الانسان، لانه كيعتدي على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وكيجعل المغاربه بشكل جماعي يعيشوا مشاكل اجتماعيه واقتصاديه.
ولذلك لو فعل الآن كنتكلموا على عدم الإفلات من العقاب، لأنه عندنا ممارسات تمس بحقوق الإنسان في المجال الاجتماعي وفي المجال الاقتصادي، وما كانش فقط خصنا نطوي الصفحة غير على الجرائم السياسية فقط، راه الجرائم السياسية كانت مرتبطة في تلك الحقبة بالجرائم الاقتصادية.